عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الاحوال، طيبه العائله الحباب. نتمنى الفيديو ديالي بحال ديما يلقاكم بخير وعلى خير وسانك سانك، وتكون اموركم كلها مزيانه. اليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد. اليوم غادي نديكم جوله في واحد البلاصه اللي كانت امنيتي انني نمشي نشوفها، واحده من الاحلام ديال ولدي اللي حاولت نحققهم ليه نحققها ليه، زعما هذا هي حلم. هي غادي نديكم لحديقه الحيوانات، اولا هذه حديقه الحيوانات جات في تماره قريبه للرباط. هي معروفه على الصعيد الوطني بانها اكبر حديقه الحيوانات في المغرب. كاينه وحده اخرى في كازا، هادشي اللي كنعرف، ما عرفتش واش كاين في مدن وحدين اخرى ولا لا. هي معروفه بالكبر ديالها وبانها كتحتوي على بزاف ديال الحيوانات، راه واصله حتى 2000 حيوان. كتمتاز بالكبر ديالها حيت جات على مساحه كبيره، اولات نشات على واحد المساحه كبيره، وبحكم هذا الوباء هذا راهم دايرين بزاف ديال الاجراءات الاحترازيه، زعما بما فيهم التباعد، بما فيهم شحال من حاجه دايرين تما، زعما لي فليش منين غدوز، فارقين ما بين الناس اللي غادي يكونوا داخلين والناس اللي غادي يكونوا خارجين، دايرين زعما بزاف ديال الامور. منهم طبيعة الحال تحسيسيا دايرين داك الاسد اللي كاين برا، دايرين له كمامه، وكاين بزاف ديال الاجراءات. منهم كدوز على كاميرا اللي كتعبر لك الحراره، وكتمسح رجليك فواحد البلايص اللي معقمين. هنايا حاولت نصور لكم الاثمنه باش تاخذوا فكره على لي بري ديال الدخول، سواء بالنسبه للعائله او بالنسبه لكل شخص الثمن ديالو. بطبيعة الحال حاطين تما البلايك ديال مني غدوز، من كيفاش غادي تدخل. المنظر لداخل صراحة رائع، زوين بزاف. انا ما صحابليش زعما، ما عرفتش، انا الخيال ديالي كان كيجيب لي الله بشحال هادي بان حديقة الحيوان كتدخل واحد البلاصة حاطين فيها حيوانات بحال هكا قفوصة، ولا كل واحد هكا بوحديته صافي. لا تما راه واحد البلاصة اللي مصوبينها خصيصا للحيوانات، راه الاشجار كل حيوان داير له العالم ديالو. يعني مثلا اسد كيعيش في واحد الغابه اللي فيها هذا النوع الشجار، وفيها الارض هكا دايره، وفيها هكا كيخلقوا له العالم ديالو تما. عاود كتحرك واحد شويه كتلقى حيوان واحد اخر، مثلا زرافه او لا غزاله او لا، كل حيوان جيب له العالم ديالو كيف ما هو لتما، بالنوع ديال الاشجار ديالو، بالما كيفاش كيكون تما، واش قليل ولا كتير، بالتربه اللي كتوالم لهذاك الحيوان. زعما صراحه الله مصوبه بواحد الطريقه زوينه بزاف، وفاش كتدخل تما كتنسى بانك راك في زعما مدينه عاديه، لا راك تدخل بحال اللي داخل لواحد الغابه، لواحد الادغال الخاصين بالحيوانات. انا عجبني المنظر بزاف، استمتعت داك النهار بزاف بزاف. غادي نكتب لكم كلمات بزاف، حيت فعلا ديك البلاصه كتستاهل الواحد يمشي ليها، تديو ليها وليداتكم، حيت غيستمتعوا، غيعجبهم الحال، غيشوفوا واحد الحاجه اللي موالفين كيشوفوها غير مورا الشاشه ديال التلفاز، غتشوفها مباشره. بزاف ديال الاستمتاع كاين في ديك البلاصه. Thank you.
كل حيوان كيكونوا حاطين حداه واحد الطابلو فيه ارشادات او لا فيه افكار على ذاك الحيوان، الاسم ديالو منين، الاسم ديالو عربية فرنسي، كيكونوا كاتبين بجوج لغات عربية وفرنسي منين جاي ذاك الحيوان، فين كيتواجد، وكيحطوا حتى الخريطة فين كيتواجد، الاسم ديالو، شنو كياكل، شحال المدة ديال الحمل ديالو، كيعطيو مهم فكرة على ذاك الحيوان. فهذيك البلاكة حدا كل حيوان كاينة، والصراحة ما كاينش واحد المسافة بعيدة باش تشوف الحيوانات، كتشوفهم قرابين ليك، لا علاقة مع داكشي كتشوف في التلفازة، كتشوف في الواقع، الواقع حاجة أخرى، الواقع كتلقى حيوانات كبارين على كي كنتي كتخيلهم. المهم أنا جاتني بزاف الحيوانات، تفاجأت كيفاش كنت كنشوفهم وكيفاش كنشوفهم قدامي، ولدي فرح بزاف، كنشوف الفرحة في عينيه كيفاش الحيوان اللي شاف كيقول واو كبير، ولا كيقول واو زوين، ولا المهم كان فرحان بزاف، كيجري ما بين البلاصة اللي شاف يعاود يزيد يجري باش يشوف بلاصة واحدة أخرى. شفت ما بزاف العائلات جايبين وليداتهم، أغلبية العائلات كيجيبوا وليداتهم، حيت راكم عارفين العالم الحيوانات قرابين ليه الوليدات بزاف، وكتشوف الولاد فرحانين وكيفاش كانوا كيتخيلوا واحد الحيوان وكيفاش كيشوفوه قدامهم. صراحة واحد البلاصة فيها زعما منظر زوين، وفيها استمتاع، وفيها إفادة حتى للوليدات، كياخدوا أفكار على كل حيوان، شنو سميتو، شنو سميتو أون فرونسي، شنو كياكل، كيفاش داير، بزاف ديال الأفكار كياخدوهم الوليدات من تما، وبحالي قلتو كيخرجوا للواقع، يعني ماشي كتقريها لهم في الدار ولا كتعلمها لهم في كتاب، ولا كيشوفوها قدامهم. هنايا خدينا واحد الاستراحة بسيطة، جلسنا باش نتغداو، كاين تما بلايص اللي كتاكل فيهم، سواء زعما بغيتي تشري من تما الماكلة، سواء بغيتي كنتي ديها معاك، غير هما ممنوعين شي حوايج باش تدي زعما باش تطيب تما ولا داكشي ممنوع، وكي تدي معاك شي حاجة هكا جاهزة وتجلس تاكلها كتاخد راحتك، اصلا في وسط داك الجو كيجيك الجوع بحال اللي جالس في شي غابة. ولا بغيتي تاخد زعما تشري من تما، راه كاينين حوان صغارين كيبيعوا داكشي ديال الماكله. جلسنا واحد شويه ارتاحين عاد باش كملنا الجوله ديالنا، بامكانكم تجلسوا تما حتى نهار كامل، شي واحد ما كيتحاسب معاكم، واقيلا كتحل من الصباح جو بونس لسته د العشيه ولا السبعه، ما عرفتش التوقيت بالضبط فوقاش كتسد من الحق بحال هكا. تغدينا وارتاحينا شويه عاد كملنا الجوله ديالنا، حيت فعلا راه كبيره بزاف، راه ما صورتش لكم كل شيء، صورت بزاف ولكن حاولت ناخذ شويه شويه من كل حاجه باش ندير الفيديو كوميم قصير بلا ما نطول، بغيت ندير فيه ساعه، راه بزاف كاين، بزاف ما يتشاف، كاين حيوانات اللي ما عمرني عرفتهم، اول مره كنشوفهم يلا كنكتشفهم تما، ولكن حيت بحكم البلاصه كبيره بزاف ما قدرتش نصور كل شيء، كنحاول نستمتع شويه ونتصور باش نشارك معكم شويه. كل بلاصه دخلتي ليها كتنسى البلاصه الاولى، كتدخل عالم جديد، كاين بلاصه ديال الحيوانات البريه، كاين المناطق الرطبه، كاين المناطق الرطبه بما فيهم الحيوانات اللي كيعيشوا بر مائيه، بحال الباط، بحال الفلامونغوز، بحال لي كانار، بحال التمساح، بحال المهم الحيوانات اللي كيعيشوا بر مائيه. المنظر تما خاص بوحديتو، كاين بيرك ديال الماء، المهم كيف ما قلت لكم كل حيوان كيخلقوا له العالم ديالو، كيف ما عايش فيه في الطبيعه، كيف ما كيعيش فيه تما في وسط الحديقه، باش كيقدر يعيش عادي او لا كيتاقلم مع داك الوضع بالانواع ديال النباتات، حيت داكشي كامل كيكون مكتوب كيف ما قلت لكم في الكارطه اللي كتكون قريبه ولا في البلاكه اللي كتكون قريبه لذاك الحيوان، كيكون كاتبين حتى النوع ديال الماكله اللي كياكل او لا النوع ديال النباتات اللي كيعيشوا قرابين ليه، كلشي كيعطيو عليه صراحه نبدا في دوك البلايك اللي كيكونوا حداه، وكل عالم مختلف على العالم الاخر سبحان الله. Thank you.
وفي الاخر ديال الجولة اولا في الاخر ديال الحديقة كتلقاو، حيت راه كلشي بلي فليش منين غدوزو، حتى المهم في الاخر كتلقاو الحيوانات الأليفة بما فيهم المعز، البقر، الأحصنة، بحال هكا. وكتلقاو واحد البلاصة دايرين فيها بحال كيعلموا الوليدات منين كيجي مثلا الحليب اولا منين كتجي الصوفة، داكشي مرسوم مجسد بحال هكا، وكيوريو المرأة كتحلب، ومن بعد داك الحليب كيتمخض، ومن بعد كيولي هكا البن وداكشي. وفي الجهة الاخرى عاوتاني حاطين منين كيجيبوا الصوفة من خروف كيدز، وقيل الدز المهم كيقطع زعما الصوفة ديال الخروف، ومن بعد كيمشي عيالات كيصوبوا هكا الصوفة كتغسل المهم المراحل اللي كدوز منها الصوفة حتى كتوجد او حتى كتولي مثلا كتنسج. ونفس الشيء بالنسبة للحليب، مهم بحال ورشات تعليمية بالنسبة للوليدات دايرينهم تما. وفي نفس الوقت كاين حداهم الحيوانات الأليفة وحدهم كاينين الطيور. مهم هي راه حديقه كيف ما قلت لكم في الاول راه كبيره، حاولوا باش يديروا فيها كل شيء. انا تقريبا كاع الحيوانات اللي كنعرفو حتى اللي ما كنعرفش شفتهم تما، ودايرين ورشات تعليميه بالنسبه للوليدات، حيت كيف ما قلت لكم مجال الحيوانات كيثير الوليدات بزاف اكثر من الناس الكبارين، ولكن كنمشيو معاهم حتى حنا وكنكتشفوا. وهنايا وصلنا للبلاكة ديال الخروج كيف ما بين لكم هنايا. غادي نتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم، وخديتوا معايا فكرة على الحديقة ديال الحيوانات ديال تمارا كيفاش دايرة، شنو فيها، كيفاش داير الاجواء تما، باش ما تبقاوش واخدين فكرة غلط بحال اللي كنت واخدة انا كي صحابي الحيوانات كيكونوا في القفوصة وعادي. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو كيف ما انا استمتعت ذاك النهار بالزياره ديال الحديقه. الناس اللي مشاو لتمارا او اللي ساكنين في تمارا او لا في الرباط او لا في المدن القريبه، نتمنى انهم يكونوا مشاو لتما، واللي ما مشاش يمشي يشوفها حيت كتستاهل صراحه الزياره، وضروري تديو ليها وليداتكم حيت فعلا غادي يستمتعوا وغادي يستافدوا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، ما تنساونيش ملي لايك ولي كومونتير. الناس اللي ما ابونيش في لاشين ما ينساوش يضغطوا على الزر الاحمر اللي كاين تحت لا فيديو فضلا وليس امرا، باش توصلوا بالجديد في اللحظه اللي كنزلوا فيها الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، بسلامه عليكم.